السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم أبنائي وبناتي طلبة طالبات الصف الثاني الثانوي. نبدأ معكم حلقة جديدة النهاردة إن شاء الله لمادة الكيمياء. أول حاجة الباب الثالث هنبدأ به الروابط وأشكال الجزيئات. طبعا الحلقة الأولانية كنا كتبنا المنهج وتوزيع بتاعة المنهج، ودي طبعا مهمة عشان نعرف إحنا ماشيين إزاي وهنمتحن إزاي. اول درس على طول مفهوم التفاعل الكيميائي. طبعا التفاعل الكيميائي معروف، ما معنى في فرق ما بين تفاعل كيميائي ومعادلة كيميائية؟ التفاعل الكيميائي هو كسر روابط جزيئات المواد المتفاعلة وتكوين روابط جديدة، بس هو هنا مش قصده تفاعل كيميائي بهذا المعنى، ليه معنى تاني وليه ظروف تانية. بيقول لي العناصر، معروف ان في عناصر خاملة، نركز كده مع بعض، في عناصر خاملة وفي عناصر نشطة. تمام، العناصر الخاملة لا تتفاعل مع اي من العناصر الاخرى لان المستوى الخارجي مكتمل، لان الغرض من التفاعل الكيميائي يا اما تكون فلز يميل للفقد، يميل للفقد عشان يصل للغاز الخام، او لا فلز يميل للاكتساب عشان يصل للغاز الخام، يعني الاستقرار بمعنى اصح. ولذلك هنا اعطيني معنى او اعطيني مثال لمفهوم التفاعل الكيميائي. لما نخلط برادة حديد وبرادة ومسحوق كبريت، خلاص لن يحدث تفاعل بينهم. ليه؟ لان مفيش تفاعل تم، او المادتين زي ما نقول سوليد وسوليد بمعنى اصح، لان برادة الحديد معروفة ان هي زي مسحوق الكبريت. هيتفاعلوا ازاي؟ لا يتكون مركبا كيميائيا لعدم حدوث تفاعل كيميائي، لكن لو سخنا بيتم التفاعل الكيميائي. اما عند تسخين هذا الخليط لدرجة حرارة مرتفعة يحدث تفاعل كيميائي. ليه؟ يتم تكسير الجزيئات واتحادهم الاثنين مع بعض، وبنقول كسر روابط جزيئات المواد المتفاعلة وتبادل الايونات بينهم بيحدث التفاعل الكيميائي. طبعا حديد وكبريت بيديني كبريت حديد، يعني بنحط ودال كبريت وحديد، يبقى كبريتيد الحديد، كبريتيد الحديد. زي الكلور والصوديوم بنعمل في الكيمياء؟ بنحط ودال كلوريد صوديوم. تمام، تعالوا بقى للعالم لويس. وطبعا العالم لويس شفناه في الترم الاول، نبدأ نشوف هذا العالم وبيتكلم ازاي والنظرية بتاعته، لانه بدأ يضع نظرية في التمثيل النقطي للالكترونات. يعني ايه تمثيل نقطي؟ احنا عارفين الكترونات التكافؤ، الكترونات التكافؤ لاي عنصر ايا كان، يعني اي عنصر وليكن الاكسجين اللي هو عطوه لي مثال هنا في الكتاب. الاكسجين معروف اللي هو 8. طب انت عاوز تقول ايه يا مستر؟ عايز اقول التمثيل النقطي للعالم لويس عمل بيقول لك الكترونات التكافؤ، بيقول لك الكترونات التكافؤ بنمثلها بنقاط. يعني عندنا 1s2 2s2، خلاص 2b4، دي مين؟ الاكسجين. ركزوا كده معانا، قصدي المستوى الاخير الالكترونات بتاعته فيها 4. طيب والاس، طب التكافؤ، الالكترونات التكافؤ 4 و2 6. اذا الاكسجين اما اجي اعمل التمثيل النقطي في 6 الكترونات في المستوى الاخير. الكلام ده منين يا مستر؟ النظام القديم 2 6، عشان برضو ما نلخبطش نفسنا. ولذلك الاكسجين موجود في 6a بجيبها من النظام القديم، الالكترونات المستوى الاخير فيها 6، اذا في المجموعه 6a. نظام تاني ثانوي اللي هو ملء الالكترونات بمبدا البناء التصاعدي، طبعا بناخد المستوى الاخير، بناخد الالكترونات التكافؤ الاثنين اللي موجودين في الاس والاي والبي، يبقى 2 و4 6. خلينا في النظام او التمثيل النقطي للعالم لويس. طبعا بيقول لي توزع فرادة اولا، يعني الستة بتوزعوا 2 هنا 2 هنا، واحدة هنا واحدة هنا، هو ده التمثيل النقطي. لو عدينا 2 و2 4 5 6، يبقى في الحالة دهيت مهم جدا اعرف ان في زوج حر، ده اسمه زوج حر اهو. زوج حر يعني يعني ممكن يفضل بره التفاعل. لما نيجي نعمل تفاعلات، ودي نشوفها دلوقتي بالمثال اللي هو عطانا.
أعطينا مثال مثلا لتكوين ايه النشادر مع النيتروجين. يعني النيتروجين برضو لو جبنا مثال ليه، عشان عايزين أمثلة توضيحية تسهل لنا الأمور. يعني 2-5 بالنظام القديم، يا مستر خلينا في النظام الجديد، ما هو لازم أعرف الاتنين خلاص عشان أعرف إن ده في المجموعة الخامسة. وضحت الأمور؟ يعني هنا هون اس 2 2 اس 2 ادي 4 خلاص، 2 بي 4 من 7 كام؟ 3. يبقى الوقت هنا التكافؤ، غلاف التكافؤ الخارجي 5، يبقى في 5 الكترونات. نبص على النيتروجين كده، النيتروجين واحدة هنا واحدة هنا واحدة هنا وزوج حر فوقه، تاني زوج حر. ليه؟ لأن النيتروجين تكافؤه ثلاثي، اذا هنا 3 هنا اهوت وبيفضل زوج حر. خلينا ما اعرفش ان التكافؤ بتاعه ثلاثي، بيقول لي بنرتب الالكترونات فرادة اولا، اهو فرادة حوالين العنصر، تمام خلاص. باقي ايه؟ باقي الكترون احطه في اي حتة، ما هو ده الزوج الحر اهو، زوج الحر هنا زوج الحر هنا. طب وبعدين؟ طب الهيدروجين، الهيدروجين لما يجي يرتبط ما معاش الا الكترون واحد، هنا ما معاش الا الكترون واحد، هنا ما معاش الا الكترون واحد، تمام. يبقى الوقت هنا كوننا النشادر بالتمثيل النقطي بتاع لويس. يبقى هنا رابطة تساهمية أحادية أحادية أحادية، يبقى في 3 روابط تساهمية، ما أقولش رابطة تساهمية ثلاثية خلاص. يبقى التوزيع النقطي للعالم لويس زوج من أزواج الإلكترونات الموجودة في أحد الأوربيتالات، طبعا زوج حر هو لوحده خلاص، سموه أو سميناه مصطلح إيه؟ الزوج الحر. زوج من أزواج الإلكترونات المسؤول عن تكوين الرابطة بنسميها زوج إيه؟ مرتبط. زوج مرتبط أو زوج ارتباط، يعني إيه؟ إلكترون من نيتروجين ارتبط مع مين؟ مع إلكترون من الهيدروجين. يبقى ده زوج مرتبط، زوج مرتبط، وهنا عندي زوج إيه؟ حر، زوج حر. يبقى إحنا هنا في النشادر في زوج حر وفي 3 أزواج مرتبطين، 3 أزواج مرتبطين مع 3 ذرات إيه؟ هيدروجين، عشان نعرف الأمور ماشية إزاي. طبعا أي حاجة هو جاب لي عناصر الدورة الثالثة، ودي حاجة معروفة في الكيمياء. أي مثال حتى في الترم الأول كنا بنجيب الإيه؟ الخواص اللي عندي في الإيه؟ دايما الدورة الثالثة أو عناصر الدورة الثالثة. يبقى الجدول التالي يوضح التمثيل النقطي لإلكترونات التكافؤ اللي هي ذرة العناصر في الدورة الثالثة. لو انتم ملاحظين ان ذرة الصوديوم شوفهم المستوى الاخير فيها 1، طب المغنيسيوم 2، الالومنيوم 3، السيليكون 4، الفوسفور 5، بقى يظهر زوج حر اهو. الكبريت بقى اصبح 2 زوج حر خلاص. انا بقول زوج حر ليه؟ لان الكبريت هيتحد هيدروجينه هنا وهيدروجينه هنا، يبقى يديني H2S، يبقى في 2 زوج حر وفي 2 زوج ايه؟ مرتبط مع ذرتين هيدروجين. الكلور عندي 1 2 3، ودي ايه؟ السبعة بتاعتها. طبعا هنا الارجون لا، يعني كله مرتبط في الحالة دي، ازواج كلها ايه؟ مرتبطة، ما فيش حاجة حرة، عشان بالنسبة للارجون بنقول عناصر خاملة لا تشترك، لا تشترك في التفاعلات الكيميائية. يبقى انا هنا عندي لويس او نظرية لويس ان هو بيوزع الالكترونات المستوى الاخير عن طريق النقاط او النقط خلاص. يبقى تتشابه عناصر مجموعة الواحدة. اعطيني مثال حلو هنا برضو، الهيدروجين لما اتحد مع الاكسجين عشان يكون جزء مية، متشابه تماما مع الهيدروجين لما اتحد مع مين؟ مع الكبريت، لان في نفس المجموعة انتم ملاحظين الاكسجين تحتها ضيف 8 على 8 بقت 16. يبقى الاكسجين والكبريت في دورة واحدة اللي هي في مجموعة واحدة اللي هي المجموعة الايه؟ الستة. ولذلك النظام النقطي بتاع لويس مرتبط معهم او الاثنين شكل بعض بالظبط، 2 زوج حر و2 زوج ايه؟ مرتبط. نفس الكلام مع الكبريت، لو ملاحظين 2 زوج حر و2 مرتبط مع مين؟ الهيدروجين، عشان يدينا H2S ونوتع يدينا H2O. دي كان اخر حاجة في حلقة النهاردة، الحلقة التانية في الكيمياء، ودي طبعا مهمة جدا عشان الحلقة الثالثة نبدأ مباشرة بالروابط الكيميائية وأنواعها الخمسة، وإن في روابط كيميائية خلاص وفي روابط إيه؟ فيزيائية. الكيميائية في 3 مشهورين، أيونية تساهمية خدناها قبل كده،
تناسقيه لسه ما خدناهاش خالص. الرابطه الهيدروجينيه خدناها في ما بين جزيء الميه وجزيء ميه، خدناها في السنوات اللي فاتت. الرابطه الفلزيه ما خدناهاش، يبقى في 2 رابطه من 5 ما خدناهمش خالص، اللي هي التناسقيه والايه والفلزيه. ده هيبقى موضوع حلقتنا الحلقه القادمه باذن الله. اذكركم بالنظام اللي احنا عاملينه بسرعه، النظام اللي احنا قلنا الزوم، اللي عاوز يشترك في الزوم خلاص، وسايب لكم الورقه اهوت برضه. بالنسبه لكورس الباب الاول في كل فرع كيمياء فيزياء احياء في جميع السنوات، بنقول عباره عن 10 حلقات باذن الله، شرح تفصيلي للباب كله باذن الله، منهم حلقتين حل اسئله ومسائل بوكلت، ده كيمياء فيزياء احياء. المرحله الاعداديه حل الاسئله المهمه جدا جدا، واللي تخلينا نكون جايبين الدرجات النهائيه ان شاء الله. الحجز احنا قلنا يبدا من الان للجمعه القادمه، وهنعمل جروب حالا للواتس لجميع المراحل وجميع الايه الفروع اللي عندنا. الدفع ان شاء الله زي ما قلت لكم فودافون كاش، ويجب الاتصال بالرقم 0100-5396-598 قبل الدفع عند الفودافون كاش. واحنا واقفين عايزين ناخد فرع واحد هندفع 100، فرعين هندفع 200، 3 فروع. كورس بنقول كورس عبارة عن كورس ايه مشفر، هيتبعت للي هيدفع الفلوس. اما الحلقات المجانية الموجودة فما شاء الله اكتر من 1200 حلقة، علشان برضو الناس ما تزعلش. ما تنسوش اللي ما اشتركش معانا يشترك في قناتنا، ونضغط على الجرس ونختار الكل، ويا ريت نعمل لايكات كتير عشان عايزين ننشر القناة كويس عشان الجميع كله يستفيد ان شاء الله. مستر مصطفى رجب يحييكم، مدينة دمياط الجديدة. الى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.